لحظات وهيكون معانا الزميل العزيز مراد أبو جلال عشان نعرف حضراتكم المشهد داخل اللجان الانتخابية بنادي الزمالك. العزيز أحمد حازم متواجدين أيضا داخل الخيمة الانتخابية من جديد. بالتأكيد زي ما أنت شايف ورايا إقبال من أعضاء الجمعية العمومية منقطع النظير. صراحة يا أحمد يمكن ما كناش متوقعين أبدا أن يكون الإقبال في الساعات الأولى من فتح باب الترشيح أو فتح باب الانتخاب يكون بهذه القوة منذ الساعات الأولى. زي ما أنت شايف قدامي الأعضاء بيتوافدوا بقوة للإدلاء بصوتهم في طبعا الخيمة الانتخابية. ثلاث أبواب للخروج، بابين للدخول، يمكن في بعض التزاحم نوعا ما على بابين الدخول، ولكن بصراحة رجال الأمن هنا بيقوموا بدور كبير جدا لتذليل كافة العقبات بشكل لا يعيق حركة دخول أعضاء الجمعية العمومية. يمكن لاحظت كده ولمست من أعضاء الجمعية العمومية أنهم عندهم الحرص أنهم يكون أصواتهم صحيحة بعد التعليمات اللي شافوها واللي متعلقة على البوابات، وهي عدم وجود قشط لأي حاجة في الاستمارة، عدم تكرار أي مرشح، عدم طبعا وجود أو عدم أو لازم العضو نفسه يكون حاضر بنفسه، ما ينفعش يكون عضو تاني أو ما ينفعش يكون جايب واحد بالإنابة عنه. دي كلها تعليمات هم ماشيين عليها بصراحة، وحتى الآن يمكن مؤشرات كده أن الأصوات الصحيحة تزيد حتى الآن عن 90%. حتى الآن دي مؤشرات بنتكلم عن الأصوات الصحيحة. يمكن الزميل العزيز أحمد حازم هنكون مستمرين معاك على مدار اليوم في تغطيتنا من داخل نادي الزمالك للعملية الانتخابية. بشكرك يا مراد، شكرا جزيلا.